أنا بس بدي سلم على نيل وروح. أستاذ ديف، هو أنا كنت بدي خبرك عن شي. إيه؟ بالحقيقة نيل هو نيل؟ نيل شو؟ نيل! هاي سونا، إلينا خبرتني إنه لازم إجي لهون. وبصراحة كنت مفكر إنه أنت حابة تشوفيني. تعالي تعالي، يلا تعالي. مرحبا. وأخيرا جيتي. مرحبا سيد مهزأ، عفوا قصدي مرحبا ديف. أهلا، وينهم باقي العيلة؟ راحوا لعند قرايبهم. تعرفي شو سونا؟ رفيقك كان رح يجلدني من الصبح مقعدني، عم يعطيني محاضرات ليحصل على دورة. شو؟ لا أنا ما قلت لك إنه أنا بدي دورة. تذكري أنا قلت لك إنه أنت اللي بيلزمك دورة. شو ما كان، هي حبيبتك وصلت، خليها تتحملك. صح ديف؟ سونا، تأخرتي كتير. من زمان وأنا قاعد عم بستناكي. هو أنا تأخرت لأنه بصراحة أنا آسف، أنا أخرته. كنت بالشغل لهلأ وكنت حابب أني وصله شخصيا، بس بصراحة تأخرت بالشغل. أنا بعتذر منكم كتير. أنا كتير مبسوط أنك هون. تعالي تعالي، يلا تعالي. عود هون. عكل حال أنا وسونا قليل ما نلتقي، عطول أنا بضطر أني ضل ناطرة هون. بس تعرف شو؟ بس شوف سونا بحس النظر ما بيكفيني. قصدي أنه هي فعلا تستاهل الواحد يضل ناطرة حتى لو تأخرت. المهم أنا كتير مبسوط أنك هون. تعرف ديف، أنا محظوظ أني تعرفت عليك. قد ما أنا بحب سونا، بحب أني أتعرف على كل رفقاتها كمان. ما أجملك حبيبة قلبي. ديف تفضل. كتير طيب. تعرف بالبنغال بيسموه جهال. شو بيسموه؟ اسمه جهال، هو مثل البهيل تماما. حبيبي جيبيلي بهيل لو سمحتي. بعد إذنك حبيبي. ايه رح جبلك. شو حبيبي؟ يعني بعد شوي أنا صرت رح صدقه على قد ما عم بيكذب. بس شو عم يعمل هون؟ عم بتشكي بخططي أنا؟ غريبة، أنتي بس استرخي وبتسمي شوي. ايه أنا رح أقوم بالإذن. اختي ديف قرر شي منشان موضوع نتاشا؟ لا بعده، بس أنا قلت لك إني ما رح أضغط عليه بهالموضوع. هاد هي حياته هو، وبظن هالقرار هاد مو سهل عليه أبداً. وأنا كمان عم أقول هيك، هالقرار أبداً ما رح يكون سهل عليه. الولد بده مساعدة أمه ليعبر الطريق. أنتي لازم تساعديه بهالشي. اختي بس هو من ولد هلأ، يعني صار شاب. لا حبيبتي، نيها بنتك تقدم لأحسن العرسان للزواج، بس أنتي خليكي عم تقولي هاي حياتها وهي لازم تقرر شو بدها فيها. وشوفي هلأ شو قررت والنتيجة، وقعت هالوقعة هاي. شو عملت هي؟ نيها ما أخذت قرار غلط. رانفير شاب منيح. بعرف هالشي، رانفير شاب منيح كتير وعيلته كتير لطيفة. مثلاً إذا إجا شوب كتير بالصيف شو رح تقولي له؟ حبيبتي ما في مكيفات، فيكن تستخدموا الحب. اسمعي مني، الأولاد عطول بياخدوا قرارات غلط لما الموضوع بيتعلق بالحب، وقرار غلط واحد ممكن يخرب لحياتها كلها. منشان هيك عم قلك ما ترجع تعيدي نفس هالغلطة مرة تانية. إذا أنتي ما ساعدتي ابنك إنه يختار البنت الصح، رح يختار بنت غلط وتضيع حياته كلها. أنتي لسه لهلأ معك وقت، أنتي لازم تمسكي بإيده ليقدر يعبر الطريق. إذا ديف هالمرة أخذ قرار غلط، القدير يجيرنا من الجاي، وهي أنتي حرة. ديف، تعرف نحن في بيناتنا شيء مشترك؟ عن جد؟ قصدي إنه أفكارنا كتير قريبة من بعضها. نحن اتنين حلوين كتير،
ونحن واثقين بحالنا ومنحب شغلنا كتير كمان، ومنعمل شغلنا الخاص فينا ومنعرف كيف نهتم فيه. كنتوا على العشاء عم تحكوا عن هالموضوع، إنه ناتاشا بتحب السفر والطبخ وهالشغلات هي اللي ما بتشبهك بنوب، شفت؟ هن طلعوا كمان بيشبهوا بعض كتير، صح؟ أنت عن مين قصدك؟ ناتاشا وسونا متشابهين. مثلاً شوف، هي سونا عطول بتضلها بالمطبخ كل الوقت هيك، صح؟ اللي نيل، أنت بتظن إنه طبخة للأنسة بوز طيب كتير؟ شبك ديف، أكل سونا كتير طيب. تعرف؟ أنا لهلا جربت الأكل بخمس قارات، بس طبخ سونا غير شكل، أروع شي. ماشي، شو الأنواع اللي بتطبخها الأنسة بوز؟ قصدي شو هو اختصاصها بالضبط؟ هندي؟ إيطالي؟ صيني؟ طبعاً الهندي، وبتعرف شو؟ هي بتقطع الخضرة، كل شي بتعمله بإيدها. بس بدي أسألك سؤال، أنت دائماً مشغول والأنسة بوز مشغولة، طول الوقت عم تشتغل عنا بالبيت، لهيك أنت وين قابلتها؟ بصراحة هي كانت أهم لحظة بحياتي كلها، أول مرة كنت بشوف سونا فيها. حبيبتي تتذكري؟ نيل؟ خلص. لك شبك سونا، ديف صار رفيقنا، لازم يعرف كل شي انه كيف تقابلنا. شبك مزبوط، لازم اعرف كل شي، صح؟ نيل، ما انا خبرت. لا ما خبرتني شي. يعني على كل حال، هلا حكي البنات مختلف كتير عن حكي الشباب، صح؟ صح. المهم بما انه مخبرتك كل شي، انا رح احكي لك القصة كلها. هلا اول مرة شفتها فيها كانت وقتها بالبناية بالاسانسير. بهداك الوقت أنا كنت طالع بالأسانسير وشفت بنت كانت لابسة أبيض واقفة بالزاوية مثل القمر وبتعقد، وكان في بإيدها كتاب مفتوح عم تقرأ. كانت عم بتقلب بالصفحات صفحة صفحة. بعدين أنا استنيتها لحتى تخلص وتلاحظ أني موجود قدامها. هي كانت كتير منسجمة بالكتاب بشكل كتير غريب، معني أنا بلفت النظر. إيه بس لا، هي كانت مثل الغرقانة بالكتاب هاد. مو معقول يا ديف، قديش كرهت هالكتاب. وأنا اللي كنت مفكرك مثل كتاب مفتوح وأبيض. لا لا ديف، سونا بنت كتير غامضة. إيه هلأ عم يصير لي أعرف كتير من أسرارك. وأخيراً القدير استجاب لدعائي، راحت كل العتمة، عرفت انه بهالوقت هي رح تطلع، وهذا اللي صار. هي نزلت الكتاب من ايدها وطلعت فيه بنظرة كتير غريبة، نظرة انزعاج هيك، وسألتني المنبه رنشي. يا ريتا كانت تعرف بهداك الوقت بالذات انه منبهات قلبي كلها رنت. بس هذا اللي صار بوقتها، ومن يومها أنا اتخذت قراري أنه رح حبها لهالبنت. سوناكشي بوس. قصة حلوة بتعقد، عن جد قصة بتعقد. أنسي بوس، أنت شو رأيك تشتغلي قصدي بالمطبخ؟ لأنه طبخك كتير طيب، بس لسوء الحظ ما رح أقدر دوق شي أنت عاملتيه بهذا اليوم، بس متأكد شي يوم رح تطبخي شي مشاني، صح؟ تصبحوا على خير. حبيبي حلوة القصة؟ ما في فايدة. انت دائما بتغشي بهاللعبه، اذا انت ما بتحبي الخساره ليش بتحديني دائما؟ مو صح برايي، اذا كنتي ما بتعرفي قيمه خصمك منيح لا تتحدي. مو صحيح الحكي انسي نيهي، مو هيك؟ مم. مم. مم.
صاير معك أخي اليوم؟ أنت مبين كتير متغير عن العادة، مبين مثل عن جد ما بعرف شو بدي قلك. شو يعني؟ شي رومانسي مثلاً؟ يعني أنا هيك بعتقد. معقول؟ رومانسي الطريقة اللي عم يغني فيها، هيك عم توحيني؟ يا بنات مو سامعكن، كنت عم تقولوا شي؟ عم أغلبكن. وين هو أخي؟ أنت شو صويت له لديف؟ ما بدكن ندقوا الكف ماشي، بس ليش هيك عم تعملوا؟ شو هاد؟ ندق الكف؟ الغني كمان أنت شو صار لك؟ بتغير كتير؟ ايه. خلص أنت ما في داعي تحكي، أنا فهمت كل شي. شو فهمتي؟ نهي الذكية؟ هالأيام ديف باين عليه إنه كتير مبسوط، مانو غريب؟ بس هاي الأيام هو صاير حدا كتير رايق. وكيف هيك؟ قليلي قليلي. الحقيقة أختي إنه أنا نظريتي بتقول حياة ديف أنا كنت شوفها غريبة كتير، مثل الأفلام اللي من السبعينات، شاب واحد عم يقاتل ضد العالم كله. بس هلأ حياته صايرة مثل قصص الأفلام الجديدة، لك صاير رومانسي من وقت اللي حياته صار فيها حب. الحب اللي منشوفه بالأفلام؟ أنا أخوكم الكبير، ما فيكم تحكوا هيك، ما؟ بس أنا ما حكيت شي غلط. على فكرة، هالشي بيثبت شغلتين، الأولى إنه أنت ما بتقدري يكون عندك نظرية خاصة. مزبوط. وتاني شغلة أنا رح أقولها، أنت بتعرف إنه نيهي عم تحكي صح، مزبوط؟ يعني بعد ما شفتها لنتاشا، أنت ما عاد أنت بنوب، يعني صرت تسمع لما حدا يحكي، حتى أحياناً صرت تتبسم، وحتى ما عاد تعصب. هو أنا ما كنت بعرف إنه فيه كل هالعيوب هي، بس هلا عرفت. بس هي قصدها إنه حياتك مليانة حب وفرح وسعادة، وعم بتضوي من الفرح ومن الحب. عن جد بتعقد، مثل ألعاب الفيديو هي اللي عم ألعبها هلا. أنا بحبها كتير. واو، عن جد شي بيعقد، وهي كمان حياتي صايرة مثل ألعاب الفيديو. بحياتك ما رح تكبري أنت. ما بدي أكبر، وبدي ضل أنا أختك الصغيرة. فيني أقول شي؟ أساساً أنت ما سكتتي، قولي. أنا كنت بدي أقولك إنه أنتوا الاثنين كتير حلوين سوا. أخي على فكرة أنت عاجبتك نتاشا، يعني في شي عم يصير بيناتكن. يلا أحكي قول. أخي شو في؟ خلاص سونا خلص بقى، يعني لا بتنامي ولا بتخلي حدا ينام. كيف بدي نام؟ سري انفضح، والسيد ديف عارف انه نيل حبيبي المزيف، وانه القصة كلها تلفيق وطلعت كذابة قدامه. شو بده يكون عم بيقول عني هلا؟ ما رح يكون عم يقول شي، اسمعي مني. ما عاد بدي اسمع لك، أساساً كل شي صار فيني لأني سمعت لك من الأول، أنتي سبب بكل شي. شو؟ هي كانت فكرتك أنتي، أنتي اللي قلتي لي إنه بدك تروحي على هذا العشاء مو أنا، أنا كنت عم ساعدك بس. مو معقول إنه أول مرة بكذب بحياتي ومنكشف فيها. إيه لا، مو هيك الشغلة، ما رح يصير شي، وإذا هو سألك قولي قصة الأسانسير كانت محرجة، لهيك أنتي خجلتي إنك تخبري إياها. بسيطة. لا لا لا، انتي ما بتعرفي، هو هلا بيبطل الاستاذ ديف وبيصير شبح لما يتعلق الموضوع بكشف الكذب وهيك شغلات، فجاه بيتعول. انا راح انفجر من هذا نيل، شو جابه لهون اساسا؟ هلا هو ما كان بده هالشي، بس ايه بس شو مبين انه معجب فيكي. ايه بس الحدا اللي بدي اياه يهتم فيني مو معبرني. يا قدير شو راح يصير فيني بكره؟ تفضل. شكرا ماما. بيجوي، كنت عم فكر بما انه هالولاد مدموجين بحياتهم ومشغولين كتير، ليش انا ما بحاول استغل هالوقت اللي عم يزيد عندي؟ حلو كتير عشا، بشو عم تفكري؟ عم فكر اعمل شي بحبه انا، شي يعبر عني ويرضيني، شي جديد.
أنا كنت عم فكر بشي مثل الكتابة مثلاً. حلو كتير كتير حلو آشا. اكتبي اكتبي شعر وقصص وأغاني. ماما لا مو هدول، اكتبي شي مسلسل. شو فكر مرتي غبية؟ هدول الناس اللي ما بيعرفوا يعملوا شي بيكتبوا مسلسلات تلفزيونية. نحن من البنغال عنا ثقافة، الأدب، عنا فهم. نحن من أرض ثقافتنا بتميزها. عشا اكتبي رواية. بس شو هو الشي اللي بدي اكتب عنه؟ انت مثلا زوج مثالي بالنسبة لي. لو انك خنتني او جرحتني كنت كتبت مثل المؤلفين الشاطرين. ليش عم تضحكي؟ حتى انت عطول بتكوني حماية نموذجية. ولا مرة تأمرتي ضدي او خربتي لي شي بحياتي. يعني ما في شي اكتب عنه هلا. ابني شبهها. أنسي بوز؟ منيح اللي اجيتي، كنت عم بستناكي. أنا آسفة لأني خليتك تستنى، بس أنت فيك تروح. قصدي يعني بدي روح هلأ على المطبخ مشان أعطيك تشوف الجدول تبعنا. وبعدين بدك تطبخي كمان، ما؟ أنسي بوز، عندك دقيقتين نحكي فيهم؟ أنا كتير كنت محرجة قدامك مبارح أستاذ ديف. القصة كانت على الأسانسير وما كان فيني خبرك يعني كل هاي التفاصيل لأنه كانت كتير خاصة ما فيني أحكيها لحدا. لهيك خبرتك عن قصة السيارة، وهلأ عم خبرك هذا الحكي مشان ما تفكرني كنت عم كذب عليك أو أي شي من هالحكي هذا. أنا قلت لك شي لسه ما حكيت، أنت عم تفكري من عندك. بس قصة الأسانسير والقتمة كتير حلوة. شو هالحكي اللي عم تقوله هاد؟ مفكر حالك كتير مهضوم؟ لا أنا مو مهضوم أبدا. أنا ما بظن أني مهضوم، بس أنت بالعادة بتضحكي على حكي يعني قد ما كان بسيط. أستاذ ديف أنا ما عطيتك ولا فرصة، يعني عن جد أنت مو معقول بالمرة. أنسى بوز شبك؟ اسمي الدكتورة بوز. خلصتي؟ هلأ حضرتك بدك تخبريني أنت ليش كذبتي علي هيك؟ بس أنا ما كذبت. أنسي بوز بعرف إنك ما رح تحكي. أنا بعرف إنه حتى لو كنتي عم تفكري بشي وبدك إياه ما رح تقولي. بس ليش رح تتكذبي علي بهالطريقة هاي؟ ليش عم تعقدي الأمور لهالدرجة؟ الشغلة بسيطة بس أنت عقدتي الأمور كلها. فيني أفهم أنت ليش تصرفتي بهالطريقة هاي؟ بس أنسي بوز أنا بعرف أنت ما بتعرفي شي عن هالشاب هاد أبدا. يعني أنا بظن إنه أول مرة شفتي فيها كانت بهداك العشاء، صح؟ ايه أنسي بوز قولي لي هلا ليه عملتي كل هالحركات؟ طيب. هي طيب انا عملتها، بس شو فيك تعمل لي؟ رح تعاقبني؟ رح تخصم لي من راتبي؟ رح تطردني من الشغل؟ رح تحرقني مثلا؟ شو فيك تعمل لي؟ لا أنسي بوز انا كنت عم بسألك لاني صديقك، ليه كذبتي علي بهي الطريقة؟ شو بدي أحكي؟ شو لازم أعمل أستاذ ديف لما حدا بيسألني عن حياتي الشخصية وما عندي ولا إجابة لحتى أقدر إني جاوب الناس فيها؟ لأنه أنا ما عندي شي شخصي، وأنت كمان قلت عني إني مملة. يعني أنت مفكر إذا بنت ما عندها حبيب معناها صارت بنت مملة؟ حتى لو كنت مملة أنا ما عاد بدي يكون هيك. لإمتى رح ضلني هيك؟ ليك أستاذ ديف لهيك أنا كذبت. لما عزمتني نتاشا أنا وحبيبي على العشاء ما كان في عندي أي خيار تاني أبدا. لهيك أنا كذبت أستاذ ديف. وأنا بوقتها لما غلطت وقلت هذا الشيء ما كنت بقدر اتراجع عنه هيك ببساطة. ما بقدر روح لعنده وإلا أسفة عن سنتاشا. أنا كذبت عليكي لأنه كانت رح تخبرك بوقتها ورح تكبر القصة وأنا ما بدي يصير هيك، وأنت بتعرف. أنا بس كنت بدي أكد لأنه أنا مثل ما هي بتفكر بنت رائعة وظريفة وما في مني أبدا، وما بدي إياها تعاملني على أني بنت فقيرة. لهيك أنا كذبت أستاذ ديف، وبعرف أنه أنا غلطت لما كذبت، بس كنت مجبورة كتير بوقتها. أنا آسفة أستاذ ديف، أنا عن جد بعتذر منك.
أنا آسف، آسف عن جد ما كان قصدي إني أجرحك. أنا ما كان قصدي أقول شيء يزعجك أو يجرحك. تفضلي أنسي بوز، تفضلي ارتاحي. أنا فهمانك وحاسس فيك كتير منيح، وأنا كمان صاير عم حس مثلك. يعني أنا كنت مفكر إني مو بحاجة لحدا أبدا، بس أي المهم، بس كنت بدي أقلك إنه أنا وياكي نفس الوضع، أنتي مو وحيدة. عن جد؟ كيف ممكن كون أنا والأستاذ ديف عم نعاني من نفس الوضع والحالة؟ التوقعات لهلأ مبينة كتير منيحة. بعرف، أنا كمان حكيت مع فريقي وهنن كتير متحمسين. حلو. اثنين قهوة لو سمحتي. ايه شو هالغنية هاي؟ مو سمعتها من قبل؟ هاي غنية قديمة كتير. عم تحكي جد؟ وانت وين سمعتها بالضبط؟ يعني أول مرة بسمعك بتغنيها؟ أنا مبارح رحت لوصل الأنسة بوز عبيتها وسمعت الغنية هنيك. أوه، أوكي. كيف عم تمشي الأمور بين الدكتورة بوس ونيل بقصة حبهم؟ أنا بظن إنه هني انفصلوا. كيف؟ انفصلوا هيك؟ غريب إنه بهالسرعة يعني. قصدي هني انتقابلوا من أسبوعين بس. ما بعرف، بس بظن الأنسة بوز ما كانت مقتنعة. بتعرفي دائما الشباب الأغنياء ما بيحترموا البنات كتير. الأغنياء؟ بس ديف أنت واحد من هالشباب. إيه، بس أنا مو هيك، أولوياتي مختلفة. صحيح المصاري مهمة، بس مو بالحب. أنا مشاكلي مختلفة، عنيد وكتير كمان. يعني أنا إذا حبيت شيء أكيد بعمل المستحيل لأحصل عليه. بتعمل أي شيء؟ وإنت شو اللي بدك إياه هلأ؟ خالتي انزلي بسرعة. بس أنا كنت بدي نزل هدف. كان لازم تناديلي وأنا بنزل لك. يا انزلي يلا يا شي. على مهلك خالتي. في كم شغلة بالشنطة، إذا فيك تناوليني إياها. هلأ بناولك ياهن، ما أنت إجرك مجروحة، قاعدي ارتاحي هلأ. انتبهي اختي. شوفي لحظة بس، انتبهي سونا. ليش هاي عندك؟ بس شوي بدي نزل كم شغلة ضروري كتير. عن جد يعني هيك كتير؟ في كتير شغلات غالية هون، ليش تنادي لحدا غريب؟ ناديلي إلي. شوفي أنا مو مجنونة لحتى نادي حدا غريب. وهي شو يعني؟ الدكتورة الحلوة جزء من عائلتنا. يسلموا إيديكي حبيبتي. خالتي أنا بالمطبخ. ماشي تعي تعي معي، عادي هون تعي تفرجي معي. شوفي ما أجمل هالتصاميم، شايفة؟ شو كان صار لو أنا عندي مثل هالمجوهرات؟ كانت طلعت بتاخد العقل علي. بس مو مشكلة، هاد مو موضوعنا هلأ. المهم ليكي طلعي، شوفي 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 هالخاتم الحلو، هاد من شان ديف وناتاشا. بعدين اختي انتي زودتيها كتير، انتي عم تتخيلي أمور لسه ما صارت بعد. ديف لسه ما فكر وأخذ قراره بهالموضوع هاد. لحتى هو يقرر ما رح نحكي بهالموضوع. ما فينا نناقش مواضيع الخطبة والزواج وهو لسه ما قرر. ماشي
سراب، حرك ملكك خطوة لقدام، هيك بتحميه أكتر. ستي بظن لازم تروحي على الدكتور عشان يغير لك نظاراتك. خلاص فلان، هذا وزير مو ملك. شوف، مع انه عندك ثلاث فيالي بس لساتك خسران اللعبة. بابا انت ما بتعرف تلعب شطرنج. انا ما عندي ثلاث فيالي، هن بس اثنين، ورح تشوف كيف رح اغلبك. اسكت والعب بقى، لانك انت الفيل الثالث ياسمين. ستي شوفي ابنك كيف قاعد عم يحكي معي، رح نشوف. سراب جيب لي ورقة وقلم ويكون منيح كتير. ماشي. ليش ماما؟ انت بالعصر الحديث لازم تشتغلي على الايباد. لا 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 مستحيل، اذا انا كتبت على الايباد هيك وما مسكت القلم بايدي ما رح فيني احس بشعور الكتابة. لا تخافي عشا، بكرة بجيب لك قلم ظريف واحسن ورق لحتى تكتبي عليه. وانا رح اطبخ مرتين باليوم مشان عشا تركز على كتابتها بشكل كامل. انت شو عم تقولي؟ فيني افهم ليش كلكن عم تساعدوني هيك؟ غريب، لك ازعجوني او ضايقوني على الاقل خليه يقدر يتحرك احساس الكاتب جواتي لاكتب. مستحيل. على ما يبدو انه آشا لازم تنزعج بشي طريقة. سيد جورجال انت هون؟ ليش تعذبت؟ كنت اجيت زرتك انا. ما في مشكلة يا ابني، ليش لحتى ما اجي انا؟ تفضل. تينا، اثنين قهوة لو سمحتي. ملاحظ انه انت وناتاشا عم تقضوا وقتكم سوا، لهيك انا قلت ما في شي غريب، مثل ما عم تقضوا وقتكم سوا فيكن تقضوا عمركم سوا. ديف، المفروض كان احكي مع امك بهالموضوع هذا بدل ما انا اجي احكي عندك هون، بس قلت بحكي معك لانك رح تفهمني اكتر. الحقيقة ستة لناتاشا، امي يعني، رح تيجي بهاليومين. ايه؟ ما بعرف امتى بترجع، بتعرف انه السفر صعب على ست بعمرها، وهذا السبت بيكون عيد ميلاد ناتاشا، يعني هذا هو التوقيت المناسب. مشان شو؟ مشان خطبتك انت وناتاشا. انا بدي منك تعمل الخطبة هذا السبت. ايه بتقصد السبت هاد؟ يعني بعد يومين؟ إيه؟ بس سيد جورجال مو بسرعة كتير هيك؟ بعرف بعرف، الموضوع صار فجأة وأمور مثل هاي بتاخد وقت، بس بظن ما في مشكلة بهذا الموضوع أبدا، يعني شو ما كان هي هي خطبة بس مو زواج. إذا منحدد الخطبة هلأ يعني أمي رح تفرح لما تشوف ناتاشا وهي مبسوطة هيك. بعدين أنا بظن إنه أنت وناتاشا معجبين ببعضكم، ليش لا؟ هذا اقتراحي، القرار إلك طبعا. ديف أنت مو معجب بناتاشا؟ أنا شفت إنه هي بتقضي أكتر وقتها مع عيلتك، والخطبة رح تكون خطوة لقدام. ها؟ ايه لطيفة، ونحن بننسجم. معناها تمام، أنا رح أحكي مع السيدة إشواري بموضوع الخطبة لأنه صارت بسرعة، ماشي؟ معلش، خليني أنا أحكيها، بس في شغلة. أنا كنت عم فكر إنه السبت هو يوم حلو، لهيك شو رأيك نوقع الصفقة تبعنا بنفس اليوم؟ شو؟ العيلة والشغل رح يمشوا سوا، يعني منعمل حفلة واحدة، أنا رجل أعمال وما بحب الخسارة. ماشي أنا رايح. Thank you.
لا ألو؟ آسف عن سيبوز، أنا دقيت بالغلط وفصلت، بس يمكن رن التليفون عندك. أنا آسف. خلص رجعي نامي. أستاذ ديف؟ اللي كل شي تمام؟ أو صاير معك شي مشكلة وحابب أنك تخبرني عنها مثلا؟ لا دكتورة بوز، ما في شي أبدا. أنت متأكد؟ لأنه ما لازم تخبي أي شي عن الدكتورة تبعك. صح، ولا عن صديقتي. ما؟ صح، خبرني لشوف شو المشكلة. أنسى بوز، ما عم بقدر نام. عم فكر أني أخذ حبة منوم، فيني أخذها؟ هلأ هي هي المشكلة؟ ولا أنت عندك مشكلة تانية غير النوم؟ لا بس حاسس أني مو منيح أبدا. عندك حمى؟ رح أحكي مع الدكتور سينها. لا لا مو هيك، حاسس بالغربة بس هيك. أنت متأكد أستاذ ديف؟ بقدر إجي لعندك؟ لا لا ما في داعي إنك تجي، بسيطة. ماشي. شو؟ فيني أخذ حبة منوم هلأ؟ بس هاليوم. بس أنت ليش عم تسألني؟ أنت قلتيلي مشان ما أخذ حبوب منوم، لهيك عم بسألك. وإذا سمحتيلي إني أخذ رح أقدر نام منيح اليوم. طيب شكرا. عفوا. استاذ ديف، ليك بكره الصبح اول ما تفيق خبرني شو وضعك، وانا بقرر اذا بحكي مع الدكتور سينها او لا. طيب يلا باي. باي. छुई थी सपने मेरे तूने छू ली चुपके चुपके दिल में आया तू जादू ली तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो पहली दफा है कि मुझ में ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी شو في؟ شو الشي اللي شاغلك؟ ماما، السيد غورجال. خير شو سوا؟ السيد غورجال قرر يحط اللمسات الأخيرة على صفقتنا يوم السبت. صحيح؟ هاد خبر كتير حلو، لكن أنت ليش قلقان كل هالقد؟ هو بده يوقع الصفقة بنفس اليوم اللي رح أخطب فيه نتاشا. وانت شو بدك؟ انت بدك ان الخطبة تصير بكل هالسرعة هاي؟ هو مجنون لا يرفض؟ لازم نستعجل، يعني ما رح نستنى ليصير ختيار لحتى نقدر نزوج ابنك ونفرح فيه.
ولك اختي ليش بعدك عم تطلعي في هيك للصبي؟ الخطبة يوم السبت، يعني لازم نحضر له. يعني لو هو عنده اعتراض على هالشي كان هو من حاله رح يقول لا لسيد جورجان لما حكى. حبيبتي هدول من نخبة الناس، بتكون العرسان صفوف على بابهم. بعدين لا تنسي انه اذا هو خطب واخذ الصفقة كمان ساعتها بتشوفي اكيد رح يصير ابنك من اهم رجال الاعمال بهالبلد كله. اختي خلي حياة ابنك عم تمشي بالزواج وبالشغل. شوفي اختي، انا بعرف انه هالزواج رح يفيد ابني ويخليه يمشي بالشغل. لكان بس نحن بدنا وقت لنحضر للخطبة، يعني التحضيرات لحالها بدها يومين شغل ونحن ما معنا غير يومين للخطبة، يعني ما رح نلحق بهالسرعة هي. ماما ما بعرف، بس بظن انا ما بعرف بهالشغلات، هي بتنقي. ابني بس في شغلات لازم يجهزها الشاب، هيك العادة يعني. هلأ لازم نجيب هدايا وغراض كتير مشان عيلة العروس، ونحن لسه ما بنعرفهم مين في كبار وصغار عندهم، ما بنعرف حدا، كيف رح نجيب؟ ونيها ونيهي وريا بدهم غراض، كيف رح نلحق نجيبهم؟ مستحيل نلحق نجيبهم بيومين، مستحيل يمشي الحال معنا هيك. بس 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 شوفي هدول يومين كاملين، يعني معنا 48 ساعة. أنا فيي خلص هالشغل هاد بساعتين إذا أنا بدي بلش من هلأ، بس شوفيني كيف رح أشتغل. إيه صحيح، أنا شفت خاتم خطبة بياخد العقل. حبيبتي القدير بده هالشي، شفتي لسه مبارح شفت الخاتم وهلأ عم يخبرنا عن الخطبة. إيه مبين يا ديف إنه هالبنت من نصيبك. هلأ أنا رح أحكي مع الصايغ دغري. الأستاذ ديف قرر أنه يخطب. شو عم بيصير هون عاشا؟ قاعدة عم اكتب. شو كتبت لحد هلأ؟ رقم الصفحة، ما عم اقدر اكتب شي. هاد غلطك انت عاشا، اوعك تستفزيني. ها بعدك ما بتعرفيني، بس عصب كيف بصير خطير. اذا زعلتي هلأ رح ابعتك عبيت امك وخليكي هنيك عطول، وما عاد رجعي بجوي. بس اهدى وخليك ساكت بيكون احسن، اساسا حكيك ما بتصدق ابدا. عن جد بتمنى لو اني تزوجت واحد مو منيح ابدا وبيعذبني. شوفي ماما، شوفي عاش وش عم تقول. قال يا ريتها تزوجت واحد تاني. الكتاب دايما تجي هون مثل هالافكار هي، هاد بخليها تعرف تكتب. بنتي تفضلي اشربي اللبن، بخليكي تسترخي وتكتبي بطريقه افضل. بس انا ما بدي اشرب لبن واسترخي، انا بدي احس بالم. أنا رح أشرب اليوم، حابة أسهر بالكافيه وفكر مثل الكتاب. ما بعرف إمتى رح أرجع، منيح؟ آشا الكتاب عطول بربوا لحية، شو رأيك تربي كمان؟ أمي لك أنا عم قلك إني رح أخذ مشروب، رح أروح أسهر بالكافيه وحدي لآخر الليل، ما عندك مانع أبدا؟ المشروب مو غلط أبدا يا بنتي، أنا كمان مرة بعرس الصومات أخذت مشروب مرة شوي، بس ظريفة كتير. بنتي لما بتشربي احكي معي ماشي؟ لا ما فيكم تعملوا فيني هيك، زوج منيح حماية منيحة. هذا كتير حلو، شوفي عمو لو سمحت ورجيني أكبر ألماسة عندك. بيكون كتير غالي. لا تحكي مثل الفقرة حبيبتي، بلا هالحكي، ديف بده يخطب، انسي التكاليف ونقي، يلا نقي. قصدي يكون الخاتم عمالي مشان تقدر نتاشا تضل لابسته عطول وما يضايقة. ديف وينك؟ تعال عم نختار لك خاتم منشان الخطبة. شو خطبة الجيران هاي؟ تعال نقي معنا، شبك واقف؟ لا عمتي أنا ما بعرف بهالشغلات، ماما هون وهي بتنقي. ايه ايه منعرف إنه أمك هي بتنقي، بس انت لازم تتعلم هالقصص هاي منشان بالمستقبل لما بدك تهدي مرتك شي ما رح تاخد امك تنقي لك. بعد الزواج ما عاد في ماما،
لازم بقى تتعود تعمل كل شيء انت لحالك. يلا تعال، يلا يلا خلاص. تعال يلا ماما انت يلا. ايه ابني يلا نقي. يلا نقي. وانا كمان اخترت هاد الخاتم. عن جد؟ لا انت اخترت اللي جنبه على اليسار. لا انا اخترت هاد. انت كذاب اخترت اللي لا جنبه. لا انا خلص. لا بس لو سمحت بدنا هذا بكره. هلا بخبرهم يشتغل عليه وبكره بيجهز، بس بدنا لقياس لو سمحتي. اي لقياس؟ ها اصابعها مثل اصابيعي. لا لا اصابع عمتي كثير كبار، حتى لما تكبسي على الموبايل واحد بتكوني كافه اثنين. خلص. انت بتعرف ايد ناتاشا فنيه مو مثل ايدي انا. انا ايدي اكبر بكثير. ولا وحده فينا مثل ايدها. سونا انا متاكده اذا اجى على قياس سونا رح يجي على قياس ناتاشا كمان. نيهي بس ما فيني انه البس هاد الخاتم. ايه على كل حال هي ما فيها تلبس خاتم ناتاشا. ليش لا؟ هاد بس قياس. بنتي اذا ما كان عندك مانع فيكي تجربي لنا هالخاتم لحتى نفصله. يلا جربي. بس انسى بوز. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.